بنفس لوعة الفراق ألقاكم بفرحة اللقاء من جديد في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، فأهلاً ومرحباً بكم، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة: المسرح في عدن صرح ثقافي ترك عرضة للإهمال، وكريتر معالم أثرية تاريخية تفوح منها روائح التاريخ، منال الشيباني إبداع يتجاوز الصعوبات. يقول الشاعر: إن الأماني والأحلام تضليل، ونحن نقول: لا حياة من دون حلم يدفعك نحو الأمام. فعاليات وأنشطة في فقرة أسبوع المدينة. ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن حسين محمد عرب بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعا للجنة الأمنية، وقد وقف الاجتماع أمام عدد من تقارير الأجهزة الأمنية المختلفة والصعوبات التي تعيق سير عملها. وأقر الاجتماع تشكيل لجنة لمعالجة الوضع الأمني لمطار عدن الدولي برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية قائد المنطقة العسكرية الرابعة ومحافظ محافظة عدن. كما أقر الاجتماع تبعية السجن المركزي بالمنصورة والحزام الأمني لإدارة أمن عدن، وأن تكون اللجنة الأمنية بالمحافظة برئاسة محافظ المحافظة اللواء عيدروس الزبيدي، وكلفة الاجتماع التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية بالمحافظة. تسلمت إدارتي أمن محافظتي عدن والضالع أطقم عسكرية قدمتها الحكومة لإدارة أمن المحافظتين اللتين تعانيا نقصا كبيرا في الإمكانات والمعدات. وثمنت قيادة أمن عدن والضالع التفات الحكومة ودعمها واهتمامها بأمن المحافظتين، داعية إياها إلى تقديم المزيد من الدعم بما يمكنها من الاطلاع بمسؤولياتها في حفظ الأمن. وكانت قيادة أمن عدن وجهت بتسليم الأطقم لمراكز الشرطة في المديريات وقوات الأمن الخاصة وتخصيصها للمهام الميدانية لحفظ أمن العاصمة المؤقتة. تفقد وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع وتنمية البنية التحتية العمل في مشاريع إعادة وتأهيل المباني وشبكة المياه وتسوية المساحات والملاعب الخاصة بالتدريب والعروض بجبل حديد في مديرية خور مكسر. وحث وكيل المحافظة القائمين على عملية الصيانة وتأهيل البنية التحتية على بذل الجهود وسرعة الإنجاز وفقا للشروط والتصاميم الهندسية المرسومة لضمان توفير كافة الخدمات. وتقدر مساحات مشاريع إعادة التأهيل بعشرة ألف متر مربع وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون ريال يمني، وتأتي في إطار إعادة وتسوية المباني والمؤسسات العامة التي تقرر تجهيزها بصورة مستعجلة وفقا لتوجيهات قيادة السلطة المحلية. ماذا لو علم إسخليوس ويوربيدس وسوفوكليس أول من أسس المسرح في التاريخ الإنساني بأن ثمة مدينة كانت رائدة في الثقافة باتت اليوم في القرن 21 من دون مسرح؟ هذا حال المسرح في أول مدينة في الجزيرة العربية عرفت خشباتها هذا الفن الذي يعد أبا لكل الفنون. مأساة المسرح في عدن وفي كل اليمن ليست وليدة الحرب وإن زادتها الحرب وعمقتها، لكنها حصاد سنوات خلت من تحكم نظام المخلوع بمقدرات هذه المدينة وتجريفه لكل تراكماتها الثقافية. إهمال ممنهج لكافة المبدعين وكذلك حتى الأماكن التي يدربوا فيها، مثلا على سبيل المثال معهد جميل غانم ما فيش اي اهتمام، يمكن ما فيش ريال واحد تخصصه الدوله لهذا الفن ولهذا الابداع من اجل انشاء المسرح. المسرح الوطني بمواصفاته العلميه لم يوجد بشكله الاحترافي في اليمن، واوغلت السلطات في اهماله وكبح محاولات تطويره، وحال هذه القاعه المتواضعه والتي اهملت هي الاخرى وصارت هي الدلاله الواضحه لمكانه المسرح ورواده المهملين عند السلطات التي تعاقبت على اداره هذه المحافظه. عندما ننظر الى المسرح في عدن نجد ان المسارح التي كانت تتبع الحكومه او تتبع الدوله مغلقه، والبعض منها تعرض
للسطو من قبل أشخاص معينين، والبعض الآخر أصبح مهملا ولا يؤدي عمله كمسرح يمارس فيه الممثل هوايته وموهبته. الجيل الجديد من المسرحيين محبط من إهمال الدولة ومن عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في الثقافة عموما وفي المسرح على وجهة التحديد، مقابل الاهتمام بالتلفزيون وببرامج السوشيال ميديا التي توفر لهم أرباحا قد لا توفرها خشبة المسرح. لا توجد يعني أماكن لتعليم هذه الفنون المسرحية التي هي مهمة لإعادة صياغة العقل وإعادة صياغة الإنسان مرة أخرى، وبالتالي سوف تحدث التنمية وما إلى ذلك من هذه يعني المجريات التي تحدث الآن في الساحة. ولغياب المسرح آثاره السلبية الممتدة إلى وعي الأجيال الجديدة المرتهنة إلى أنواع خفيفة من الفنون مفتقرة للمستوى الأدبي والفني العميق الذي يضمنه المسرح كأب لكل الفنون التي ستظل ناقصة بنقصانه وغائبة بغيابه. وغياب الفنون ولا شك هو من أسباب انجراف النشأ إلى الأفكار المتطرفة وجماعاتها المنتشرة. أتطرف اليوم له أثر كان قوي في غياب المسرح والفن والثقافة في عدن، أدى إلى انهيار المنظومة الثقافية، والمسرح كان من أهم أسباب انهيارها هو التفجيرات الحاصلة بما يسمى أو بما يسمون أنفسهم هؤلاء الجماعات المتطرفة بالقاعدة، والتي هي أساساً تلعب دوراً منمقاً داخل عدن في انهيار عدن، سواء كان ثقافياً أو منظومة الأمن أو غيرها. المسرح اليوم ينهار يوماً تلو آخر. تظل العروض المسرحية المتواضعة التي يقدمها الشباب في الحدائق وفي المناسبات علامة توق هذا الجيل لعودة المسرح، على أمل أن تلتفت لهم السلطات وتفعل المؤسسات الثقافية التي كانت ذات يوم حياة لهذه المدينة. أستاذ فؤاد هويدي، الممثل والمخرج المسرحي ومدير إدارة المسارح في عدن، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء الذي نتحدث فيه عن مشكلة تدهور المسرح في عدن منذ فترة طويلة قرابة 20 عاما تقريبا. بداية حدثنا عن المسرح اليوم في عدن، ما هو موضعه؟ أولا شكرا طبعا على الاستضافة، شكرا على تسليط الضوء على مسرح عدن ومسرحيي عدن، الذي في الحقيقة يمكن عدى زمن ظلموا فيه كما لم يظلم أحد على المعمورة هذه كلها. فمسرح عدن عمره 110 سنة قدمت فيها تجارب كثيرة. المهم خلال يعني كم عقد من الزمان مسرح عدن تطور، مسرح قدم كثير من الأعمال العربية والعالمية والمحلية، كثير من الفنانين يعطوا ما عندهم بقدر ما يستطيع، كل يقدم، كل ينافس الآخر، كل يقدم إبداعاته على المستوى الفني وعلى المستوى الداخلي والخارجي في مهرجانات عربية ومهرجانات دولية. لكن بكل أسف يعني رغم هذا التاريخ الطويل اللي ذكرته سلفا، للأسف قوبل المسرح بالجحود والمسرحيين، قوبلوا بالجحود من قبل كل السلطات التي تعاقبت للأسف على حكم عدن، على حكم البلد. همش المسرح، صار استثناء وغير ضرورة، رغم أنه المسرح عندنا كان في معظم أوقاته كان يقدم المناسبات، يعني كان في المناسبات مهرجانات أو يعني مسرح مناسباتي. لكن بقدر ما نشتغل، بقدر ما نستطيع، بقدر ما نعافر في الدنيا دي، قدرنا نوصل أصواتنا، قدرنا نقدم أعمالنا على مستوى مهرجانات داخلية وخارجية، قدمنا كثير من العطاءات. ولكن للأسف جاءت فترة ما بعد 94، بعد 94 صرنا نشحت العطاء، نشحت الدعم لمسرح عدن حتى يقوب له قائمة ويعود هذاك الوجه الجميل المشرق لمسرح عدن وللفنانين عدن اللي قدموا يعني خيرة عمرهم أو عصارة عمرهم قدموا لهذه خشبة المسارح في عدن. بكل أسف لم نجد أذنا صاغية من أي قيادة كانت، تعاقبت على وزارة الثقافة. وفي يوم من الأيام أنا كنت قلت لوزير الثقافة، قلت له الفنان للأسف يشحت حقوقه، يشحت ميزانيته،
حتى يقدم عمل يتيم في السنة، فلم تصل لنا ميزانيات منذ سنوات، وكل ما يقدم هو مجهودات ذاتية لم تدعمه الثقافة. في صنعاء طبعا ميزانيات ضخمة ومهولة في أعمال حقيقية. نعم، هذا ما تشتكي منه حتى كل للأسف. المحافظات المركزية التي قتلت اليمن للأسف المركزية، و يعني السياسة لعبت في الموضوع. أنا في رأيي السياسة لعبت في تهميش مسرح عدن وموات مسرح عدن، ومش مسرح عدن فقط، ولكن أنا أقول إنصافا لكثير من الفنون الموجودة في عدن. عدن دي كانت رائدة في الفنون المتعددة، فرقة الرقص، فرقة الأكروبات، فرقة الموسيقية، المنشدين، الفنانين، كل الفنون المتعددة، الفن التشكيلي، كل الفنون كانت يعني في صراع مع الزمن، في سباق مع الزمن، يحاولوا بقدر الإمكان أن يظهروا عطاءاتهم، إبداعاتهم، ولكن في معظمها كان الجهود الذاتية. ما مصير كل هذه الفنون اليوم؟ والله بكل أسف يعني هل لا يزال هناك منها يعني بصيص أو شيئاً قليلاً على الأقل؟ في 94 قبل المأساة اللي حصلت وحرب 94 كان كل الفنون شغالة. هذا الموقع اللي انت فيه ومواقع أخرى قريبة مننا كانت تنشط وعبارة عن خلية نحل لكل الفنون المتعددة. ما فيش حد كان جالس في بيته، كل الفنانين مشتغلين في كل الجوانب الفنية، شغالين، يدخلوا في مهرجانات، يدخلوا في محاولات للمعارض كفنون تشكيلية، الأكروبات شغال. وممكن هنا كلمة إنصاف إنه الجهة الفنية الإبداعية الحقيقية الشغالة في الوقت الحاضر في ظروفنا المأساوية هذه هي جماعة الأكروبات اللي كانوا ينشطوا على مستوى تلفزيون، على مستوى فعاليات فردية، يعني فعاليات تتم هنا أو هنا. نعم. ينزلوا يشتغلوا في هذا الجانب، وكان يقودهم المبدع الجميل أحمد محسن. يعني أحمد محسن هذا عمل كل جهده، حافظ على كل إمكانيات الأكروبات، كل أدوات الأكروبات اللي كان في يوم من الأيام بتصل إلى مستوى كان بقي لهم يعني شوية حيوانات ويتحول إلى سيرك. بكل أسف أصبحوا الآن يقدموا الفقرات البسيطة العادية، إنما محاولة لاستماثة منهم في البقاء، وإنه إحنا موجودين وإحنا أحياء وبنستمر مهما كان الإجحاف والجعود في حقنا. فبقية الفنون رصيها أو ضعيها على نفس المنوال، نفس الخط. يعني بكل أسف تعاني ما يعانيه المسرح أيضا، يعانوا ما يعانون المسرح، يعانيه المسرح طبعا. كل الفنانين حقنا فيهم اللي مات وفيهم اللي جت له جلطة، وفيهم يعني كثيرين داخلين الآن في المستشفيات في العلاج يعني. فكثير من الزملاء مثلا، يعني على سبيل المثال كنت في الدردشة قبل كده أنا وأنت، قلت لك أنه زميل لي اسمه هاشم السيد، فنان مبدع أخي وزميلي ومشوار عمري، هاشم السيد قال كلمة في قناة من القنوات مرة إنه في معانا فنانين خريجين مسرح، المسرحيين دول جايين شهادات عليا من كل دول العالم، لكن للأسف خلال 24 سنة ما اشتغلوش، لأن هم شوية وطالعين على المعاش، يعني ما اشتغلوش، ما قدموش إبداعاتهم لأنه ما فيش جهة تبنت أعمالهم. في يعني كانوا قاعدين في البيوت وفجأة يعني العمر مشى ورأوا أنفسهم أنهم أعمارنا عدت، وإبداعنا لا زال في الأدراج، لا زال في بيوتنا، لا زال في مكاتبنا، لا زال في يعني في كثير من المبدعين والمخرجين الكبار زي علي يافعي، جميل محفوظ، قاسم عمر، وعدد من الزملاء الآخرين عندهم أعمال ومحتاجين للتمويل، عندهم إمكانيات. في فرق شبابية الآن تقدموا لي مثلا مجموعة من الشباب عندهم مجموعة أعمال مسرحية يشتوا يعملوا مهرجان شبابي، فحاولت أدعمهم بقدر ما أستطيع مع الأستاذة الزميلة المبدعة، يعني نقول عليها هكذا، وزيرة الثقافة اللي فجأة كده في ظروف الحرب الأخيرة هذه اختفت عن الأنظار. وزيرة الثقافة قبلت أن تتبنى مهرجان الشباب اللي تبنيته أنا، وقلت لها إنه الشباب دول عندهم عطاءات، فنحن بندعمهم بنرفضهم بالجيل. توقف المشروع بسبب الحرب، توقف المشروع للأسف بسبب الحرب، وعندنا عدد من الأعمال للأستاذ علي يافعي وجميل محفوظ وقاسم عمر وعدد من المخرجين. ليس هناك الآن مساعي أو على الأقل يعني شيء يلوح في الأفق بأن هناك سوف تحدث ثورة مرة أخرى للمسرح داخل عدن، أو على الأقل ترميمات؟ خلينا أكون معك صريح، الجانب الأمني يطغى على كل شيء في عدن، الجانب الأمني يطغى على كل شيء، وهذا حقيقة إحنا مؤمنين به إنه وضع طبيعي. إحنا في تحرير لعدن، ولكن هناك إرهاصات، هناك ما يتبع هذه الحرب، فالوضع الأمني هو الأولوية عند أي جهة مسؤولة نتوجه لطلبها بدعم المسرح للأسف. فإحنا نحاول
واعتقد انه في تجاوب من جهات المسؤوله وخصوصا الاخ المحافظ وكذلك المسرح اذا فعل هو ايضا يؤدي رسائل اكيد هو يبني فكر ويعني ويعيد صياغه عقليات مثل ما ذكرتم سابقا. من المفترض ان تتجه الحكومه والسلطه المحليه ايضا الى المسرح لكي تخلق جيل يبتعد عن الارهاب واعمال الارهابيه والتفجيرات والى اخره في المستقبل. الرسائل دي موجوده في كثير من الاعمال اللي موجوده الان قلت لك على الادراج، وشباب مستعدين يقدموا أعمال نقدية لأوضاع سلبية ما قبل الحرب وما بعد الحرب. المهم أنه في استعدادات كاملة عن كثير من الفنانين، مش المسرحيين، في كل الفنون في استعداد، ولكن من يدعم هذا الاستعداد؟ من يأخذ بيد هؤلاء الفنانين المبدعين إلى الطريق الصحيح علشان نكمل مشوار مع بعض؟ عدن حية، عدن ولادة، عدن عندها كثير مبدعين والعطاءات، ومستعدين نستمر ونعطي بقدر ما نقدر، وإذا توفرت إمكانية الأكبر بقدم فن أكبر. صحيح أستاذ فؤاد، تعرضتم لانتكاسة المسرح تعرض في عدن عندما أخذ المسرح الموجود في التواهي وعوضتم بهذا المسرح وهو لا يتناسب مع أن يكون مسرح وطني داخل عدن؟ هو قرار كان مجحف في تسليم الموقع قبل أن يكون هناك بديل. كان يفترض المفروض من المخلوع انه قبل ان يسلم المسرح ويعلن انه يعود لصاحبه كان يفترض ان يكون هناك بديل، لكن للاسف سلم الموقع ويعني رموا بكل اشياء المسرح واداره المسرح واداره الثقافه او مكتب الثقافه بكامله في التواهي، رميت في الشوارع، حتى ملفاتنا الشخصيه اللي هي ملفات الوظيفه رميت في الشوارع، فاصبحنا نلقط الاوراق من الشارع علشان نعمل أرشيف لأنفسنا لوظيفتنا، فجمعناها من الشارع، إلا يعني من ضاعت ملفاته فراح يجمعها من وزارة العمل ومن هنا ومن هنا وما تبقى عنده. فبكل الأسف مش المسرح بس، يعني حتى الإدارة الكيان نفسه للثقافة حاولوا يدمروه، دمروه نهائيا. فمسرح أعطي لنا بديل، البديل موجع لأنه على حساب فنانين زملاء آخرين. الموقع اللي احنا فيه الآن هذا وفي مسرح هو أصلاً كان صالة للرقص وصالة للأكروبات، نعم. كان شيء مشترك بين الأكروبات والرقص، صالة كانت مجهزة لهذه الفنون، لكن للأسف أعطي لنا كبديل كظلم للآخرين، يعني صار مظلومين الآخرين زملائنا الموسيقيين والراقصين ما وجدوش قاعة يشتغلوا عليها، فأعطونا خشبة مسرح للأسف غير جاهزة غير علمية، ترميمات صارت هكذا عشوائية غير يعني ما فيش مواصفات علميه لمسرح، ما فيش امكانيات اضاءه، ما فيش امكانيات صوت، ما فيش، فجابوا لنا تجهيزات للاسف وتركت في كواليس المسرح موجوده حتى تتلف، فما كانش في يعني جديه في بناء صرح حقيقي فني يحتوي كل هذه الفنون الابداعيه في عدن. لم يكن هناك مسبقا ميزانيه ترصد من قبل وزاره الثقافه للمسرح؟ بكل أسف مثل ما هناك ميزانية ترصد للتلفزيون والإذاعة، المفترض كذلك أن تكون هناك ميزانية تصرف للمسرح. بكل أسف في حاجة هناك اسمها في صنعاء صندوق التراث. صندوق التراث طبيعته وشغله الشاغل أنه يعنى بالفنون وبالتراث، أنه هو الصندوق الداعم لكل الفنون، محتاجين مهرجان المسرح هو أبو الفنون، المسرح أبو الفنون، محتاجين مسرح نعمل مسرح، محتاجين موسيقى نعمل موسيقى. للأسف يعني كان هذا الصندوق إلى قريب وتحول الآن، إن شاء الله سمعت خبر أنه تحول الآن الصندوق صار في عدن، لأنه 80% الصندوق يرفض من عدن، ميزانيته ترفض من محافظة عدن فقط 80%، كم مليون سنويا يروح للصندوق فيصرف في غير محله، يصرف في رواتب لناس موظفين في صنعاء وقلة قليلة جدا من عدن، يعطى لهم رواتب فوق رواتبهم، ناس موظفة محتاجين لحافز فيشتغل وياخذ حافزه ما فيش مانع، لكن يعطى له راتب شهري بشكل منتظم من صندوق التراث وعلى حساب الفنون وعلى حساب تطوير الفنون وإعادة إنشاء الفنون من جديد أو إحياء الفنون. بكل أسف صندوق التراث هو المعني، ووزارة الثقافة ساهمت في التدمير، ساهمت في أنه لا تظهر عدن بالصورة المرجوة. الممثلين المسرحيين الجدد يعني أو الحديثين، نعم. كيف تراهم أنت؟ كيف تحكم عليهم أستاذ فؤاد؟ أنا والله سعيد جدا، وأنا واحد من أنا بعتبر نفسي الأب الروحي
لشباب عدن، شباب مسرح عدن، وبالذات فرقة خليج عدن، مسرح عدن. أنا اشتغلت معهم فرقة خليج عدن عدد من الأعمال، أتشرف بأنه اشتغلت مع هؤلاء الشباب اللي قطارهم سريع، واللي ما يركب فيه بيتأخر، بيظل محلك سر. فشباب عدن وفرقة خليج عدن ظهرت بأعمالها، قدمت أعمال فنية جميلة جدا، استقطبت من الجمهور اللي كان خلاص فقد الأمل، يأس من أنه يكون في مسرح في عدن، أعادت إحياء المسرح ووجه المسرح وإن كان بصورة تجارية، ومن حقهم الشباب أنه يعملوا. نعم، كل شيء أصبح تجارة الآن، شيء معقول يعني في حدود المعقول. أهم شيء فحوى المسرحية وفحوى المسرحيات. نعم. أهم شيء ما يقدموا، هم يقدموا أفكار نقدية، ينتقدوا ظواهر، ينتقدوا سلوكيات، قدموا فن في رأيي الشخصي يمكن لا يعجب البعض، قدموا فن جميل جدا، استطاعوا أنهم يستقطبوا الجمهور والعائلات إلى خشبة المسرح، وللأسف مسرحنا غير مجهز، فيقدموها في سينما مستر حمود، سينما في كريتر، سينما غير مجهزة، ولكن بالإمكانيات وبالمتاح يوفروا القدر المستطاع من إضاءة وأجهزة صوت وتقنيات، يوفروا وحولوا إلى مسرح. البعض يأخذ عليهم أنه أصبح التوجه كوميدي أكثر يعني من الاهتمام ببقية أنواع وأشكال الدراما المسرحية الأخرى. الكوميديا الموضوعية والكوميديا الجادة والكوميديا الناقدة ما هيش عيب، وهذا معمول به في كل دول العالم، وكل مدارس العالم تشرع لمسرح كوميدي، مش عيب ولا جريمة. عشان أقدم عمل تجاري، مش ممكن أقدم لهم مسرحية عالمية وأقول لهم ده مسرح تجاري، استحالة. مش ممكن أقدم لهم مسرح عربي جاد وأقول لهم ده مسرح عربي، مسرحية مهرجاناتية أروح أشارك فيها في مهرجان عربي أو دولي، مش ممكن يتقبلها الجمهور زي الصفوة. في جمهور صفوة ممكن يتقبلها، أعطي لهم دعوة للحضور ويقولوا رأيهم في المسرحية زي ما كنا نقدم زمان، وشريحة الجمهور الصفوة أصبحت تقل شيئا فشيئا داخل عدن للأسف الشديد. كذلك هذا بسبب اختفاء المسرح فترة طويلة، وعندما ما يظهر هو يظهر بالمسرح التجاري مثل ما تكلم. شوفي، الجمهور والصفوة متى ما شافوا حركة إبداعية حقيقية، ومتى ما شافوا أنه في هناك من يقف صلبا على الأرضية، بيجوا يتابعوا المسرح، بيشوفوا الأعمال وبيقولوا رأيهم في الأعمال. لكن المسرح التجاري أنا من المناصرين له، هذا مدرسة لحالها، طالما أنه في رأي وفي وجهة نظر وفي رسالة بتقدم للجمهور، المهم أن أنا ما استغفلش الجمهور وأخذ فلوسهم وأقدم لهم مجرد تفاريح وكلمتين سطحي وكركرهم هكذا وأقول لهم هاتوا فلوسكم واتكلوا على الله يخرجوا بولاداء من الخشبة. بالعكس، عندنا جمهور واعي جدا ويجب أن نعمل حسابه. الجمهور واعي وناقد، وأقول لك حاجة، هو عبارة تقال أو قيلت من مبدع كبير جدا ومؤلف، قال المسرح له 4 مؤلفين: المؤلف اللي كتب النص، المخرج اللي بيخرج العمل لازم يولف الرؤية يضيف لرؤية المؤلف، والممثل اللي يتلبس هذه الشخصية ويعطيها من روحه. إذن هذا مخرج وهذا مخرج وهذا مخرج، 3 مخرجين، والمخرج الرابع في المسرحية هو الجمهور. احنا دائما نشاهد الجمهور لما يتفرج على مسرحية ولا يشاهد مسرحية يقول الآن بيستوي كده، بيحصل كده، لو كان تحرك كده كان أفضل من كده، لو قال كده أفضل من كده. إذن هذه وجهة نظر وهذه رؤية، خاصة العمل المسرحي قائم على الاتصال المباشر. بالضبط، يعني معاكي مخرج، معاكي اسمه مؤلف ومخرج وممثل، ومعاكي أيضا اللي هو الجمهور، وهو أخطر في تقييمه وتقديره للعمل. إما يعجبه الجمهور العمل وجلس في الصالة، وإما يأخذ نفسه يمشي برا إذا العمل ما كانش بالمستوى اللي يعني يتقبله هذا الجمهور، لأنه العالم مفتوح، العالم قرية. احنا نشاهد الان العالم كله في الساتلايت، نشوف الدنيا كلها ونشوف كل الاعمال الابداعيه ونقيم، وبدات الامور تتطور عن كثير من المبدعين، وكثير من الجمهور بدا يقيم العمل الغث من السمين، بدا يفهم انه كثرت الخيارات، فالخيارات كثيره، فيجب ان نتحدى ونتصدى لهذا الزحمه وهذا الزحام في الفضاء، ونقدم اعمال ابداعيه والجمهور يقدرها. جمهور جميل جدا معانا، جمهور متقبل، جمهور مستعد يجي يوميا على خشبة المسرح. وأثبتت العروض الأخيرة لفرقة خليج عدن مثلا
إنها عاملة زحمة والناس برع في الشارع، العدد اللي برع زي العدد اللي داخل الخشبة يعني. فالحمد لله يعني في جيل الآن يحاول، وإحنا نحاول بقدر المستطاع، إحنا الجيل الأكبر الجيل الكبار نحاول بقدر المستطاع نحاول نتوصل الجهات المسؤولة، ونتمنى، وهذه رسالة مني للجهات المسؤولة، للجهات المحلية من في محافظة عدن، إنهم يتبنوا هذا الجانب ويعيدوا رونق عدن، وجه عدن الجميل المشرق إبداعيا. الأستاذ فؤاد هويدي، ممثل ومخرج مسرحي ومدير إدارة المسارح في عدن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. شكرا لكم جميعا وشكرا للطاقم. مشاهدينا، إن المسرح هو أدب وثقافة الشعوب، وإن شعبا من دون مسرح هو شعب من دون ثقافة. حكايتنا اليوم هي عن الماضي الجميل والمدينة الرائعة. حكايتنا اليوم هو عن تاريخ مدينة كركة. من على جنبات شوارعها القديمة تتصاعد روائح التاريخ، هي حاضرة المدن وأقدمها في محافظة عدن. إنها كريتر أو فوهة البركان كما أطلق عليها قديما. يجتمع فيها عدد من المعالم التاريخية والأثرية كالصهاريج والمتحف الحربي، وهي التي حوت أيضا أول مكتبة وأول مصرف وأول مدرسة وأول غرفة تجارية وأول مجلس تشريعي وأول نادي رياضي، ليس على مستوى اليمن فحسب بل في المنطقة العربية كلها. تتعدد في كريتر المعالم الثقافية ما بين قلاع وأسوار ودروب ومساجد وكنائس ومعابد، لها امتداد تاريخي في العمق البعيد من تاريخ البشرية. تكتظ شوارعها بالناس في دلالة على أنسها، ويكون للتسوق فيها مذاق مميز ولون مختلف عن بقية مدن عدن التي غالبا ما تخف الحركة فيها ما إن يحل المساء. مدينة كريتر خصوصية تاريخية لدى الناس، ولذا يتقاطرون إليها من الأماكن البعيدة ويقصدونها لأغراض متعددة كمزار له قدسيته، فمنهم من يقصدها للتسوق وآخر للفرجة واشتمام عبق الماضي وملامسة نسيم البحر العليل. هنا شارع الطويلة، وفيه يجد المتسوق بغيته من الملابس والأقمشة،
وهنا شارع الزعفران، وفيه يجد مرتادوه البهارات والمكسرات وأنواع الطيب والبخور. تنشط الحركة التجارية في كريتر، وتكتظ المحال التجارية بكل جديد في عالم الموضة والأزياء، وتتفاوت فيها الأمزجة والأذواق في موائمة فريدة ترضي الناس بمختلف مشاربهم، قلما تجتمع لمدينة في عدن. لا تنام مدينة كريتر في ليلها إلا وقد لف شوارعها السكون، وقناديل قلعتها مضاءة تحرسها من وحشة الليل. أما ضوء النجوم فينعكس على صفحات مياه البحر الهادئ موجه إذانا بهدوء الليل وانتظار إشراقة فجر إصباح جديد تصحو فيه المدينة على أمواج البحر المتلاطمة بصخور الجبال المحيطة بها. الحضارة الحقيقية شيء لا يمحيها الزمن، بل يضيف عليها رونقا وبهاء وجمالا. هذا هو الحاصل في جميع حضارات العالم، والحاصل في مدينة عدن. اليوم سنعبر إلى عالم الرسم والفن التشكيلي من خلالك الفنانة التشكيلية والرسامة منال الشيباني. أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء. بداية منال، لو تحدثينا عن بداياتك مع الرسم والفن التشكيلي. طبعا أول شيء أشكر يعني استضافتكم لي بهذا البرنامج. بدايتي كانت مع المدرسة الابتدائية اللي كنت فيها، المدرسة اللي كانت تحطم ولا تبني بصرف النظر عن ما يحصل الآن. يعني الآن إحنا نشوف في المدارس الخاصة والمدارس الأهلية في اهتمام بموهوبين، في اهتمام، بس إحنا كنا في مرحلة ما فيش حد مهتم إلا في الدرجات اللي ممكن نجنيها. تقصدي المرحلة الزمنية يعني؟ أيوة المرحلة الزمنية. بدايتي كانت بالفن التشكيلي تحديدا في رسم المعمار اليمني، أو في نحت وتشكيل المعمار اليمني. بعد كده كنت أعمل الدروس اللي كنا ندرسها زي حسن جبرين، مدينة شبام وغيره، كنت أعمل فن تشكيلي وكانت تنال إعجاب كثير من الحاضرين. يعني ما كنتش بدأتي بشخابيط زي بعض البنات الأطفال كده تروحي عند ماما تقول يا ماما شو يقولك الله إيش شخابيط؟ هو بدأت الشخابيط، هي بدأت نقل. يعني كنت أول ما في رسمة في الكتاب كنت أحاول أطبقها طبقا، أضيف له ظل، أضيف له لون إضافي، أضيف له جماليات، بحيث إني أحس إني سويت شيء يعجبوا فيه. وكانوا طبعا زميلاتي بصرف النظر عن إعجاب المدرسات اللي ولا كانوا دارين بالدنيا. بعد كده مشينا يعني ابتدائية ثانوية الجامعة ومشى الحال. نوع الرسم اللي تفضله منال؟ طبعا الرسم اللي افضله الرسم اللي يتحدث عن ذاتي، عن احساسي، عن يعني مشاعري نفسي تجاه اي شيء يعني اصادفه. مشاعرك الفرح ام الحزن هو اللي يدفعك انك تبدعي وتعملي لوحه؟ هو اكثر ما كان يدفعني اول دافع لي كان دافع الحزن، اللي هي وفاه والدي فجرت فيني الموهبه اللي كانت موجوده، بس ما كنتش اتجرى اني أعرضه أو أصوره أو أنشره على أي موقع أو على صفحتي. إلا بعد وفاة والدي حبيت زي ما يقولوا أطلع اشتياقي له عن طريق اللوحات. فكل لوحة كانت تتحدث عن موقف يعني كان يعني معه. بعد كده بدأت أدخل في مجال الرسم بالسبراي، اللي هو أنا حابة معيش جو الرسامين المعتاد
يعني مع شكري وتقديري لهم ولفنهم، بس أنا كنت حابة أخرج في إطار مختلف شوية، أرسم بطريقة مختلفة علشان أحس إني عملت شيء متميز وفرحت فيه يعني الناس اللي حولي والناس اللي أعرفهم. بعد رسم الطريقة المختلفة اللي تقصديها، إيش تقصدي بالطريقة المختلفة؟ الطريقة المختلفة هي استخدام الإسبراي أو البخاخ في رسم اللوحات الصغيرة. كذلك أنت منال سريعة جدا ما شاء الله عليك باستخدام الإسبراي، تستطيع أنك يعني ترسمي لوحة خلال 4 أو 3 دقائق. أيوة هذا اللي كان يحصل، حتى لما كنت في أحيانا حفلات تخرج أو كده كان الطلاب يعني يحاولوا يعطوا لي فقرة بحيث أن تكون ملفتة للانتباه ومفرحة للجمهور، إنه كيف رسام في 4 دقائق ممكن يطلع لوحة، فدي شيء كنت أحسه مفرح يعني للناس. بعد كذا بدأت أتجه لموضوع لوحات الكانفاس اللي هي لوحات القماشية واستخدام الريشة وال زي ما يقولوا الهدوء والروقان. في الرسم تفضلي الخيال أم إنك ترسمي الرسمة مجردة مثل ما هي، أم أنها تأخذ مع منال أبعاد أخرى؟ أنا أبدا يعني أبدا زي ما قلت لك مع احترامي للوحات العالمية والمشهورة، أبدا ما قد رسمت رسمة لشخص أو مكررة عن حد، أو مثلا صورة أعيدها هي نفسها أو أرسمها حتى لو كانت جميلة وحلوة والناس تعجب فيها. رسمي دائما يعتمد على الخيال، تقدري تقولي خيالي مش واسع يعني زايد عن الواسع، يعني ممكن أسوي اللوحة كلها قمر أو كلها كوكب وفي عليها بعض الإشارات الصغيرة تلمز عن جمال الشيء اللي أنا أحاول يعني أعبر عنه أو عن حزن اللي أنا أحاول أعبر عنه. لوحات الرسام بالنسبة لكثير من الرسامين هم كأنهم أولاده يعني أبنائه، ولكن بالنسبة لمنال هل تفضل لوحة عن لوحة أخرى؟ أيوة أفضل لوحة، يعني في حين لوحة أرسمها وأني في قمة الحزن أو في قمة الفرح ما أقدرش أبيعه ولا أقدر أهديه لحد، يعني كل اللي أقدر أسويه أني أحطه يعني قدام أمي اللي هي كانت زي ما يقولوا الدينامو المحرك لموهبتي أم الحبيبة الله يخليها. الله يخليها. الآن هناك مفارقة غريبة، يعني الذي دفعك وفجر فيك موهبة الرسم هي عاطفة الحزن بالنسبة لك، ولكن الآن يعني أنت تفضلي اللوحات التي ترسميها بعد حالة الفرح. أفضله ليش؟ نحن طبعا كلنا عارفين بعدين كيف الدنيا حرب ويعني ظلم واللي تشوفيه مش قليل، فما قدرتش عاد أظل بجو بالجو للشخص المكتئب اللي مكانه بيرسم عن الحزن مكانه بيرسم عن الاكتئاب، فليش أنا قررتي إنك تمشي ضد التيار؟ أيوة. فاني ليش ما فرحش الناس اللي حولي وجمهوري اللي يتابع لوحاتي، ليش ما فرحهمش بألوان؟ ليش ما خلهمش يعيشوا ولو لدقائق حلوة مع اللوحة تنسيهم ممكن يعني لحظات صغيرة يعني من اللي نعيشه نحن في عدن الحبيب. تسمعي ردات فعل الناس لما يشوفوا لوحاتك، تسمعي هذا الشيء هم سعداء جدا جدا، وده يفرحني يعني أنا بين محيط الصغير بين جروبي بنات جروبي اللي أنا موجودة معهم جيراني أهلي، مجرد ما أحط لوحة دائما أقول لهم ها رأيكم بالألوان بكذا بكذا، فأشوف الكل فرحان وردود فعل حلوة ورسائل تفرحني واتصالات، أحس إني أنجزت شيء، بعكس إني لو سويت لوحة وديتها تنباع والناس اشترينه وخلاص انتهى موضوعه. لكن زي ما قلت لك أنا هدفي كله من الرسم إني كيف أفرح أسعد اللي حواليك اللي جالسين داخل بيوتهم وحاطط يد على يد والريشة محطوطة في مكانه وعليها غبار ولوحات محطوطة خلاص انتهى زمني وأنا زي ما أنا موجود فنان، أوكي تعالوا فتشوا عني لكن زي ما أنا. ما الذي يدفع الفنان لكي يسكن ويبقى محلك سر يعني للأسف يعني الأوضاع البلاد معروفة ما قدرش أقول المجتمع، لأن المجتمع دائما يشجع، لكن ما فيش اهتمام نهائيا بالرسامين من قبل الجهات المختصة. من قبل الجهات المختصة يعني رسامي 10 20 سنة 15 سنة ماشي في الرسم ما فيش جهة يعني حاولت تأخذه على جنب تهتم فيه ترفع من معنوياته تعمل له لقاءات تعمل له شهادات تقديرية تعمل له حتى يا ربي بطاقة، إلا في حدود الرسامين اللي موجودين في إطارهم. يعني أنا بقول لك في رسامين موجودين في جمعيات خاصة في الرسامين مشتهرين في محيط الجمعية في وسط الرسامين بس يطلع تجلسي يعني أنت في لقاء كبير في ندوة
تقولي رسام فلان بن فلان تلاقي الأنظار مين ده؟ يعني لقح للناس في يعني. هل يتحمل الرسام أو الفنان أيضا تبعية هذا الأمر؟ جزء يتحمل من تبعية؟ أيوة يتحمل. أنا قلت لك أنني أول يعني الآن السؤال ينطبق هذا الكلام وهذه المعاناة على منال الشيباني؟ أنا ما حاولش أخليها تنطبق عني، إلا أني أول ما حسيت أني بدأت أرسم وأحط الرسومات وبدأت ما تتحركش بدأت أحاول أبيعها خارج اليمن، وفعلا بعتها خارج البلاد وحسيت أنه في قبول من الناس من برا على البلاد ومعجبين أكثر بلوحاتي، ده اللي دفعني أنني بأسعي وببيعها بأقل ما يمكن، بس اللهم أن تخرج من ده الإطار. دي طريقة كانت. الطريقة الثانية أني اتجهت إلى الجداريات، الناس بدأت مش بدأت الناس أصبحت ما تميلش أن تشتري لوحة $100 $50 عشان تعلقها، لا الناس تحب تشوفها بمساحة بإطار كبير، فاتجهت لموضوع الجداريات من باب أني حابة أن موهبتي ما تندفنش وحابة أن توصل لمدارك يعني بعيدة، وبنفس الوقت تفيد واستفيد. يعني الآن رسمي مثلا في المدارس معتمد على رسم التوعوي، يعني عن خطر أخطار البيئة، عن النظافة، عن المحافظة على الصحة، عن حسيت أنه هذا هو الشيء اللي ممكن يفيد أكثر من رسمة الميكي ماوس والبطوطة ودي الحاجات اللي ممكن الطفل يشوفها بالبيت ويشوفها بالتلفزيون. اللوحات التي تحمل أبعاد أكثر هي اللوحات الأفضل. أيوة اللوحات الهادفة. هذا طبعا مشروعي أو يعني الآن اللي أنا أسعي له. طبعا أنا ما قلش الفضل لي، بالعكس ولا الموهبتي، الفضل يعود لقروبي اللي أنا أشتغل معه. يعني أنا أشتغل مع مجموعة تعتبر يدي اليمين يدي اليسار، وأولهم في مجموعة نسوية يعني. أيوة، وأولهم صديقتي وحبيبة قلب يعني هبة. هبة يعني تعتبر مفتاح موهبتي، أو يعني الطريق اللي أنا أول ما أوقف الضايق تروح تجيب لي رسمي أعملي. أيوة أسوي، لا تجلسيش، شوفي هذا، شفتي الغروب ده سويه، شفتي العصفور ده حطيه في اللوحة كده، منال تحركني. غير اني في الجداريات اني اطلع، طبعا انا قصيره لكن وهي ما شاء الله طويله، فدايما لما اطلع ارسم السقوف خلوني اني طبعا بالسقف لقصري، فاني اوصل سلمة. اطلع السلم ودايما واحط واجلس على السقوف انقشه، فاني متاكد ان الرسمه حلوه وصح. ما اقدر اخط خط الا هبه تعالي شوفي تمام ولا مش تمام، حلو ولا مش حلو، ملامح وجهي تعطيني الإحساس أنه الآن أني أرسم صح. الآن منال لو برجعك شوية إلى مربع النكد، كيف تقرأين مستقبل الفن والفنانين الرسامين التشكيليين باعتبارك واحدة من أبناء هذا الجيل الذي بدأ يعاني بسبب الحرب، بسبب المشاكل، بسبب الأوضاع؟ كيف ترين ما هو مستقبل الفن والرسم التشكيلي؟ طبعا أنا ما أقدرش أقول أنه في عدن طبعا أن المستقبل ممكن يقارن في بأي دولة من الدول اللي يعني تشجع الرسم ابدا، الا هي يعني زي ما يقولوا اذا الرسامين حاولوا هم بنفسهم اخراج يعني اخراج نفسهم من هذا الفيلم الرعب، يعني اذا حاولوا يحطوا كل الطرق اللي مشوا عليها الرسامين القدامى ويشيلوها كده على جنب، ياخذوا منهم ايجابيات فقط ويشيلوا السلبيات على جنب ويحاولوا يطوروا من الشيء ده ممكن يساعدهم لهم انفسهم بيئاً. لكن انه نحن منتظرين من حد يساعدنا، احنا انا مش متامله صراحه من اي حد انه ممكن يطور الرسامين او يشجعهم، الا لو قلت لك الرسام حاول بنفسه يساعد نفسه بمجتمعه بالناس اللي عايشه حوله، بس يبعد من الفيلم الرعب اللي هو حاطه في دماغه. انا بيجي يوم بصبح كده لا خلاص انا احسن خليني اشتغل حداد او افتح لي معرض او افتح لي اي شيء، ولا ان انا اجلس على هذيك الريشه اللي ممكن ما حد ينظر لها. منال الشيباني الرسامة والفنانة التشكيلية، أشكرك على هذا اللقاء. شكرا لك حبيبي. إلى هنا تنتهي حلقتنا، ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير، ويبقى الخير دائما في الأرض وفي معدن الإنسان وفي وصل الأهل وتعمير المدينة وفي أهل المدينة. إلى اللقاء.